ننتقل الآن للتحليل بشكل أوفى بالنسبة لتحركات الأسواق العالمية، وخاصة أن أسواق وول ستريت في عطلة لهذا اليوم. ولكن ينضم إلينا الآن أحمد عزام، المحلل الأول لأسواق المال في إيكويتي جروب. يعني بداية هذا الأسبوع التركيز حول اجتماع بنك إنجلترا وأيضا بيانات التضخم البريطانية، خاصة من بعد تباطؤ الأرقام التي شاهدناها خلال الفترة الماضية والتي سجلت أبطأ وتيرة في قرابة 30 عاما خلال شهر أبريل. برأيك كيف من المتوقع أن تكون الأرقام خلال هذا الأسبوع المرتقبة وأيضا توجهات بنك إنجلترا؟ صباح الخير سالي. نعم، بالنظر إلى أرقام التضخم 8.7% على أساس سنوي في القراءة الماضية بالنسبة للتضخم في بريطانيا، متوقع أن يسجل بعض التباطؤ، لكن مقارنة بالأرقام الاقتصادية سالي لا يزال التضخم مرتفع جدا. فبالتالي عند النظر حتى إلى أرقام النمو، أرقام النمو 5 أرباع سنوية لحتى الآن بالنسبة لبريطانيا قاب قوسين أو أدنى بالدخول مرحلة الانكماش. فبالتالي المرهق بالنسبة لبنك إنجلترا في هذه اللحظات في هذه الفترة هي الهارد لاندينج، هي إمكانية انخفاض أرقام التضخم، لكن النمو لا يزال يسجل انعكاسات سلبية. فبالتالي هنا المخاوف بالنسبة للأرقام الاقتصادية أن تكون خارج السيطرة بالنسبة لبنك إنجلترا. أيضا أسواق السندات لأجل العامين لا تزال تسجل ارتفاعات هي الأعلى منذ عام 2008. نستذكر أيضا أسواق السندات في الفترة الماضية عندما وصلت إلى مرحلة كارثية بالنسبة لبريطانيا، فعلى ما أعتقد العوائد 5% هي أرقام مرتفعة جدا بالنسبة لبريطانيا، وهي دليل أيضا إلى أن إمكانية رفع أسعار الفوائد لا تزال على طاولة بنك بريطانيا. حتى لو نظرنا إلى بالنسبة لأعضاء بنك إنجلترا، على ما أعتقد أن أعضاء بنك إنجلترا لا يزال أجمعهم صقور، 2 فقط من الأعضاء هم يتجهون إلى إمكانية تثبيت الفائدة في الاجتماعات الأخيرة. فعلى ما أعتقد تضخم لا يزال مرتفع، سياسة تجديدية لا يزال يحتاجها بنك إنجلترا في الفترة القادمة من جميع النواحي، من الأرقام الاقتصادية، من النبرة، حتى نبرة المجلس بالنسبة لبريطانيا. نعم، بالنسبة أحمد، يعني ما نشهده اليوم من التحركات على أسعار النفط يبدو بأن الأسواق استوعبت بالنسبة للخفض الطوعي الذي شهدناه بالقرار الأخير بالنسبة لأوبيك بلس، لكن يبدو بأن هذه المرة كبرى البنوك تخفض توقعاتها للاقتصاد الصيني. انعكاس هذا الأمر الذي ما زال يضع الصين المحور الرئيسي، خاصة فيما يتعلق بالطلب على النفط والمحرك الرئيسي لأسعار النفط، اليوم كيف هو المشهد بالنسبة لهذه الأسعار في الفترة المقبلة؟ لو اطلعنا سالي إلى اقتصاد الصين، بكل تأكيد اقتصاد لاقى خيبة أمل نظرا للتفاؤل الكبير مع الانفتاحات الاقتصادية مع بداية العام، فبكل تأكيد انعكس بشكل سلبي على النفط. بداية الاقتصاد الصيني، نعم بكل تأكيد، حتى أن بنك الصين الشعبي لا يزال يحفز بسياسته النقدية في الفترة الماضية. الاقتصاد الصيني بكل تأكيد الطلب العالمي وحتى الطلب المحلي بالنسبة للصين منخفض بعض الشيء. بكل تأكيد الصين ليست معزل عن العالم، فانخفاضات النمو في العالم تؤثر بشكل كبير على الصين نظرا لأنها سلسلة متواجدة مع الصين بشكل كبير جدا. اختناق سلاسل التوريد في الفترة الماضية كان لها تأثير كبير بالنسبة لاقتصاد الصين. تخفيض النمو بالفترة الماضية كان على ما أعتقد مبرر سالي بالنظر إلى الأرقام الاقتصادية بشكل كبير، لكن الشيء بالشيء يذكر هنا أرقام التضخم 0.2 بالنسبة للصين. فعلى ما أعتقد السياسة التسهيلية قد تكون بعض الشيء مبررة بأن النمو منخفض والتضخم منخفض، فالتسهيل على ما أعتقد قد يرفع أرقام التضخم، لكن التضخم منخفض في النسبة بالنسبة للصين. انعكاسه على النفط، نعم خفض الطوعي قد سعرته الأسواق، حتى أن صندوق النقد الدولي ببداية العام كان يتوقع بأن أرقام النفط أو أسعار النفط تسجل الانخفاضات، توجهات سلبية كانت بكل تأكيد على النفط. انعكاس الصين نعم بكل تأكيد سوف يكون له تأثير سلبي، خاصة كما نظرنا في الفترة الماضية، كما شاهدنا في الفترة الماضية الأرقام السلبية بالنسبة للصين تؤثر بشكل سريع على أرقام النفط، نظرا لأن النفط أو الصين هي أكبر مستورد بالنسبة للنفط، النفط الخام. وحتى الأرقام الأخيرة بالنسبة للأرقام الاقتصادية بالنسبة للصين كانت قد انعكست بشكل سلبي على استيراد النفط من الصين. نعم أحمد، يعني الأبرز هذا الأسبوع أيضا هو ترقب شهادة جيروم باول أمام مجلس الشيوخ والنواب، خاصة من بعد عملية تثبيت معدلات الفائدة التي شاهدناها خلال الأسبوع الماضي، وتسعير
الأسواق اليوم أيضا بالنسبة للاجتماع المقبل برفع معدلات الفائدة بربع نقطة أساس. اليوم برأيك كيف هي التحركات على الدولار اللي عم نشهد كان أداء الأسبوعي هو الأدنى تقريبا في 5 أشهر كأداء أسبوعي، كيف من المتوقع أن تكون التحركات على مؤشر الدولار وأيضا انعكاساتها على الأسواق المال؟ نوعا ما ساري بالنسبه لمؤشر الدولار اندكس او الدولار اندكس بشكل عام على ما اعتقد قد واجه بعض الصعوبه نظرا لوجود ثغره او وجود فجوه بين البنوك المركزيه بالنسبه للسياسه النقديه. امريكا طلعت او اتجهت الى موضوع البوزنج او كما اسماه جيرام باول انه سكيب هوكش سكيب من وجهه نظري عند النظر الى ارقام او السياسات النقديه بالنسبه للبنوك الاخرى اوروبا بريطانيا تتجه الى تجديد السياسه النقديه، فبالتالي انعكاس على مؤشر الدولار اندكس كان سلبي نظرا للفجوة بين البنوك والفجوة المتوقعة في الفترة الماضية. 25 نقطة أساس لا تزال الأسواق تتوقع في الاجتماع القادم، لكن الفيصل والحكم عند رقم التضخم القادم سالي. عند النظر إلى رقم التضخم بكل تأكيد سجل انخفاضات 4%، لكن الشهر القادم سوف قد يسجل بعض التباطؤات وقد يعطي بعض الارتياح بالنسبة للأسواق أن التجديد السياسة النقدية قد يتوقف بعض الشيء نظرا حسابيا او رياضيا. سوف يتم مقارنه شهر 6 في 2023 مع شهر 6 2022 وهي ذروه ارقام التضخم 9.1%، فممكن ان يكون هناك بعض التباطؤ، بالتالي قد نشهد ايضا امكانيه بعض الاصوات بعض المطالبات للتوقف لتثبيت السياسه النقديه. بكل تاكيد شهاده جيرام باول الغدا وبعد الغد سوف تكون مهمه جدا على ما اعتقد قد يثير مخاطر التضخم، قد يعلن ان التضخم لم يتم الانتهاء منه نظرا لانه كما ذكر في المره الاخيره الكور سي بي اي او مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي لا يزال يسجل ارقام ضمن المتوسط وهي ارقام مرتفعه، فلما لا ان يكون ستيكي انفليشن سالي او تضخم راسخ في الاقتصاد وهي مخاوف من المخاطر التضخميه في الفتره القادمه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. اذا لننتظر ونرى من تلميحات شهاده جيروم باول في هذا الاجتماع. احمد عزام محلل اول لاسواق المال في ايكويتي جروب، شكرا جزيلا على وجودك معنا.